مرحبا شباب، كيفكن؟ اليوم سولو مع الشبيبة كلها، موغلي مايو. هذا جي اس بي، تحفظ عن قول اسمه هذا جي اس بي غير شكل. اليوم بدنا نحكي عن الجلب. بدي فرجيكم بس طريقة الجلب اللي كنت عم بحكي عنها قبل، الطريقة الصحيحة. بتلاحظوا هلأ الكلاب هون، هلأ كانوا عم بهوشلو. بتلاحظوا هيدا أنا حطيتها بالأرض، علبة الكرتون. اوكي، بنلاحظ انه ما بيطلعوا فيها، هي هون واقفين، ما خصون فيها. وحطيت كمان قنينة بلاستيك هون، اكيد شيء ما بيزرزع البدن، يعني لا يعني لا ازاز ولا حديد مثلا عم نحكي، ما يزرزع لهم بدن. وهي موغلي واقف حدا ما بيلمها، لحتى ما حدا يقول لي انه مرنهم عليهم وما بعرف شو وهالاخبار. اوكي، هلا هي الشغله كيف، انه انا بدي اقول له يلقطها، يحملها ويعطيني اياها. اوكي، مش انه بكبل له اياها، لانه انتم وقت تكبوا له اياها للكلب بحفزه هالشيء، بحفزه يلحقها دائما. وقت الشيء يهرب منه للكلب او شيء، دائما عنده غريزه الصيد بده يلحق يلقطها. نحن عم نحكي عن اصول اللم. اصول اللم هو ما ضروري تكبل له شيء او يكون معود على ريحه العصفور، هو لازم يجي ويجيب شو انت بدك انه يحمل لك ويعطيك اياها. وهلا بحكي شو قيمتها هيدي. موغلي كم تيك، برافو، كم هولد، تع هولد، تع موغلي هولد. ولاحظوا في كلب تاني يعني ما بيتاثر. ست هولد، ست موغلي، برافو، هولد، جيف. هيها لا بيشد لا بيعض، بيعطيني اياها على الكلمه، كلمة واحدة. هذا موغلي، يلاك موغلي، تعلم من الثانية. تع موغلي، يلا تيك، براف، هولد، تع هولد، تع الفي، هولد هولد، يلا ست ست هولد جيف. شفتوا كيف بيعطيني اياها؟ هيدي شو قيمتها؟ برافو موغلي، برافو. نايكو الشباب هون معه، هيدي قيمتها انه الكلب ما بقى بغلط، بيعرف انه لازم يلم. يلا جو موغلي جو، بيعرف انه لازم يلم. ما بيعض عليها، ما بيتخانق هو كلب تاني، ما في غيره، خلص سهمين الاوردر مثل ما هو. لكن هيدا اللم، الاصول اللم. واكيد بتمنى لكم نهار حلو مع موغلي.